والواجبة تقول لكم دورنا تجنيد. ما لا لا هنا لا 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 ما بص معانا. جلس تحت الشجرة كمندوب للموت يحث على التجنيد والتحشيد. إنه عبد الجندي الذي لعب دور مسؤول الدعاية لنظام السابق أيام ثورة الشباب، حينما كان يقول إن دماء الشباب الزكية التي سفكت في الساحات فيمتو. التجنيد الكلمة التي رددها الجندي مرات عديدة، نبرة صوته المعهودة، وحيث حط هذه المرة رحالة في تعز التي شبعت موتا برصاص الميليشيا، ويسعى لاستدراج من تبقى من أبنائها تحت سيطرة الميليشيا للتجنيد والتحشيد. التجنيد مقياس أساسي لصلاحية المدير أو عدم صلاحية. مش تجنيد. هل أنتم قادرين؟ الذي مش قادر يقدم استقالته. التجنيد مقياس أساسي لصلاحية المدير أو عدم صلاحيته بحسب الجندي، والتلويح بالاستقالات مقابل كل مدير مديرية لا يقدم مجندين، وهي ذاتها السلطة الخدمية التي يراد تحويلها إلى مراكز للدفع بالمزيد من المجندين إلى محرقة لا تبقي ولا تذر. وبحسب مصادر ميدانية في المناطق المسيطر عليها من قبل الميليشيا الحوثية، يقوم عبد الجندي وطلال عقلان في مهمة سلالية لتجنيد مقاتلين من أبناء تعز في صفوف ميليشيا الحوثي. كان الجندي يتوعد ويهدد مدراء المديريات الواقعة تحت سطوة الانقلابيين، وكانت الردود جميعها تقول لا أحد قابل يتجند مع الحوثي. التوجه نحو التجنيد الإجباري في المديريات ودلالة توقيته في هذه المرحلة يعكس من الناحية العسكرية الانهيارات المتتالية التي تعيشها الميليشيا ومحاولة تعويض الخسائر البشرية في ساحات المعركة. من الناحية الأخلاقية يزيح الستار عن المزيد من الانكشافات التي تتورط فيها الميليشيا، خصوصا في قاع المجتمع وهي تحاول وضع المزيد من الجروح الأهلية المفتوحة، خاصة التجنيد الإجباري للأطفال ومخاطره المستقبلية على السلم الأهلي والوئام الاجتماعي. وبحسب متابعين فإن تعز تواجه حملات تجنيد وجباية أموال من قبل أدوات ميليشيا الحوثي انتقلت من مربع المساهمة في الانتهاكات والجرائم التي تتم بحق تعز إلى الاشتراك المباشر في تحشيد من تبقى من أبناء المدينة في مناطق سيطرة الميليشيا لقتال أبناء تعز في المناطق المحررة.